بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبائي اعزائي المحبه ومتابعي ومشاهدي قناتكم المفضله دكتوره مريم خلاف الدكتور، اهلا وسهلا. النهارده ان شاء الله معانا اللون البترولي، هنشتغل مع بعض ونعمل يا جماعه اللون البترولي، لون طرف، لون جميل. طبعا اللون ده بناء على طلب جماهير واحبائي، هنعمل ان شاء الله اللون البترولي مع بعض. اللون البترولي يا جماعه بيتكون من ثلاث الوان او من لونين، البترولي يا اما يكون بترولي على الازرق يا اما يكون بترولي على الاخضر. حضرتك الالوان بتاعتنا هنعملها لك وحضرتك هتميز اللون وهتعرف تركب اللون ازاي. فيها يقول لي لا بلاش الاخضر، وفيها يقول لي لا بلاش الازرق، هو البترولي يا اما اخضر يا اما ازرق، يا اما على الاخضر يا اما على الازرق. انا بديك الخطوات بتاعتي وحضرتك هتشتغل زي ما انت عايز، يا اما تفتح يا اما تغمض. هنبدا مع بعض اهوت، انا معايا اللون الازرق ومعايا اللون الاسود، ده هنعمل بيه البترولي على الازرق. هنضيف الاخضر مع بعض، الاخضر الفاتح، في ناس بتقول لي بنضيف الاصفر اللي هو الكنان، الاصفر الكنان او الاخضر الفاتح، اشتغل مع بعض. هنبدا مع بعض يلا بينا ونشوف هنضرب ازاي. وتعالى معانا دلوقتي يا جماعه البلاستيك بتاعي بلاستيك مط، البلاستيك بتاعي بلاستيك مط ابيض، اي شركه كلها بلاستيكات كويسه. انا بعمل دلوقتي بطانه هشتغل بيها على، بعد كده هعمل قطيفه عليها. انا بشتغل مط يا جماعه، ممكن حضرتك تشتغل نص لمعه وممكن تشتغل ربع لمعه. انا بشتغل دلوقتي التقليب بتاعي بيكون بلاستيك مط، انا جبت البلاستيك المط بتاعي، اي شركه كويسه طبعا بتشتغل بالبلاستيك المط. انا البلاستيك المط بتاعي اشتغلت عليه، خفيت البلاستيك المط بنسبه 20% ميه، حطيت عليه بنسبه 20% من الميه. هنبدا نقلب مع بعض ويلا بينا وشوف، يلا بينا نشوف هنقلب ازاي. طبعا بنبدا بالازرق، طبعا لازم نرك العبوه كويس علشان يبقى فيها رواسب. الازرق يا جماعه اهوت، هبدا اضيف شويه شويه برضه واقلب. حتى لو انت ما عندكش طبعا الابيض وعندك بقى زرقاء بتشتغل عليها، في ناس طبعا بتبقى شغاله وباقي عندها بقيه الزرقاء اللي هي طبعا فاضله من الشغل ولا حاجه بتشتغل عليها اهوت، اي بقيه زرقاء تشتغل عليها. نضيف كمان شويه ازرق. طبعا ايديك اللي بتحدد الالوانات وعينيك اللي بتشوف اللون هيبقى شكله ايه. طبعا الجماعه حبايبنا اللي هم بيقلبوا على ايديهم يركز معايا كويس. بجيب طبعا اللون الاسود اهوت واحط الاسود واحده واحده واقلب معايا. انا كده وصلت يا جماعه للون البترولي على الازرق الفاتح. طبعا اللون البترولي الفاتح اهوت معايا، ممكن ازود شويه ازرق برضو. طبعا لما تزود ازرق مش هيضر معاك، اما بالنسبه للاسود لو زودت الاسود زياده هيضر اللون معاك ويقلب للون طبعا الرصاص الغامق. وبكده اصبح معايا اللون البترولي على الازرق. هعمل تجربه يلا بينا نشوفها. تعالى نعمل ده طبعا اللون البترولي على الازرق. نجرب مع بعض تاني اللون البترولي على الاخضر ونشوف هنعمل ايه. طبعا هنضيف الاخضر يا جماعه وهنضيف سنه سنه برضه اهوت وهنقلب كويس. طبعا ما بنضيفش اخضر كتير علشان ما يقلبش معايا على اللون الجنزاري. انا بضيف اخضر
شويه شويه. وهحط شويه شويه ازرق تزويده برضو علشان اللون عينيا ترتاح. طبعا اللون قدام حضرتك وعينيك اللي بتحدد اللون اللي انت عايزه. انا بديك الخطوات بتاعتي وحضرتك هتشتغل عليها. هتقول لي اللون غامق اللون فاتح؟ طبعا الالوانات كتير وممكن يكون في منها الغامق ويكون منها الفاتح. واحد هيقول لي لا انت كده كترت الاخضر، واحد هيقول لي كترت الازرق، واحد يقول كترت الاسود. لا، كل الالوانات شغاله معاك وحضرتك عينيك اللي بتحدد اللون اللي بتشتغل عليه. يبقى انا كده عملت اللون البترولي على الاخضر اهوت، وهنبدا نجرب برضه. طبعا عشان الفرشه متقاسة اخضر هنشتغل بالرول اهوت. يبقى حضرتك قدامك اللون البترولي لونين، اللون البترولي على الازرق واللون البترولي على الاخضر. ده البترولي على الازرق، وعملنا الخطوات بتاعته واحده واحده واشتغلنا فيها وعرفنا هي بتتقلب ازاي، وعملنا اللون البترولي على الاخضر وعملناه وعرفنا هو بيتقلب ازاي. يلا بينا نبطن الجنب بتاعنا ونشوف النهايه هتكون ايه. يلا بينا. طبعا يا جماعه احنا بنعمل حسابنا ان البلاستيك المط بعد ما ينشف اللون بيفتح درجه او اتنين، اما بالنسبه للبلاستيك النص لامع او الربع لامعه طبعا ده بيغمق درجه او اتنين بعد ما ينشف. فطبعا نبقى عاملين حسابنا ان البلاستيك المط هيفتح درجه او اتنين، فنغمق اللون شويه علشان لما يفتح يبدا يوصل للدرجه اللي احنا عايزينها. وبكده يا جماعه انتهينا من بطانه الجنب طبعا البترولي. طبعا ان شاء الله هنعمله وظيفه فيما بعد. الوش الثاني تبقى وظيفه ان شاء الله. طبعا خليك معايا وما تروحش في اي حته علشان هنقلل الوظيفه ونشطب الجنب البترولي. طبعا عملنا اللون البترولي، عملنا بطانه بجنب لطيفه هيتعمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. وخليك معانا وما تروحش في اي حته. ولو حضرتك اول مره تشوفنا يا ريت ما تنساش تشترك في القناه، اعمل شير علشان تستفاد والناس كلها تستفاد، اعمل لايك تشجيع عليا. مع تحياتي اخوكم محمد خلاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون وظيفه على اللون البترولي. يلا بينا وما تروحش في اي حته. سلام.